محمد عبد السلطان. منين عم احمد؟ مركز بلد. ايه المشكله بقى في مع المنظومه الجديده؟ المكان بايظ. تمام. ده انا حاجه منظومه فاشله اساسا، اللي مش لاقيين طلبات والمكان كله بايظ. طب ازاي اسمها منظومه وازاي فاشله؟ طب فاشله طيب، هو مش عارف يطبقها زي الناس. يعني ايه ايه مطالبكم مثلا؟ اولا تغيير المكان. ماشي. ايه المشكله في المكان؟ ايه المشكله في المكان ده؟ بايظ هالك من 2007. شكل المكنه دي بامانه ربنا من 2007. طب هي 2007 تعبان وهلكان وغربان. ايوه تمام. ايه طب لكم مره طيب، ما انا مصور اهو بصور. ايه وايه المشاكل الثانيه عندك؟ لا مش مشاكل الا حاجتين دول. اولا انت وعدم توفير الطلبات، طلبات مش موفره. ثاني حاجه لما المكن تعبان. تمام. بس منيره اسعد. استاذه منيره، حضرتك بندر من سيف ولا فين؟ بندر من سيف. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك في هنا في أزمة السلع مع الشركة مثلا؟ الشركة لا، مع المنظومة عامة أو البطاقة الجديدة أو لا، هي السلع اللي ناقصة هي دي اللي بتقابلني، مرة في الزيت ومرة في الرز دلوقتي. والرز سعره رفع بره، فاضطروا إن هو يجروا على التموين، التموين ما فيهوش رز. ولا زيت. ده بيعمل لك مشاكل مع المستهلك او الزبون؟ بيعمل لنا مشاكل معاه. انما المنظومه في حد ذاتها يعني مثلا ما فيش تطبيق معين بيضايق التجار او يعني عندنا؟ احنا بنصرف دلوقتي كتير، احنا بنصرف كتير على التموين، احنا بنجيب اغلبيه السلع. يعني بتجيب السلع من بره؟ بجيب سلع من بره لان احنا تعودنا ان احنا في العيش كنا بنجيب لهم السلع اللي ناقصه. ايوه دلوقتي هو مش موفر لي السلع كلها. تمام. اريال اوتوماتيك مع طايد حاجات زي كده، احنا عودناهم على الحاجات دي. دلوقتي خلاص ما بقاش في الكلام، المخزن بقى ناقص جدا. طب ايه السلع الاساسيه اللي ناقصه عند حضرتك؟ هو دلوقتي عامة اهم حاجة دلوقتي الرز، اهم حاجة. وصل كام الكيلو سعر الرز؟ الرز دلوقتي في التومين بقى بخمسة او باربعة ونص، بره دلوقتي في ناس تجار بيبيعوه ب 8 جنيه و7 ونص. تمام. تمام. شكرا.